حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في برنامج المؤشر، ومع هذه الفتره الثانيه اللي نتابع فيها معكم ختام التداولات على ختام جلسات هذا الاسبوع. STC دعمت وركزت ايضا على الشركات اللي كانت ايضا في تراجع عليها بيع، لكن حافظت على السوق بشكل عام، لونت مؤشراتها باللون الاخضر باخبارها الايجابيه وبتوزيعاتها، وكان الدخول والسيوله المرتفعه اثر ايجابي على جلسه اليوم رغم بعض البيع اللي رصدناه وتابعناه ايضا منذ انطلاق هذه الجلسه. نتابع ان شاء الله حتى تفاصيل ختام جلسات هذا الاسبوع مع استديوهاتنا في بورصه الكويت من هناك ومع الزميل عايد، حيث الصوره تكون دائما اوضح. حياك الله ابو عبد الله. مساء الخير رائد، مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. فعلا رائد، STC عملت كل شيء في هذه الجلسة، لاحظنا ارتفاعات قياسية، لاحظنا نشاط قوي جدا، لاحظنا ارتفاع الكمية المتداولة وكذلك ارتفاع القيمة المتداولة بالنسبة على STC، توزيعات مجزية، توزيعات قوية جدا، 100 منحة 60 نقدي، يعني ما لم تحدث في عند المستويات السعرية عند هذه المستويات السعرية لأي شركة من الشركات في السابق، لذلك قفزت قفزات سعرية كبيرة جدا، لاحظنا ارتفاعات جيدة على بعض الشركات، كذلك في شركات أخرى تماسكت بصورة ملحوظة كشركة الصفات اليوم وضعيتها أكثر إيجابية، في شركات اليوم في القطاع المصرفي الوطني متماسك في هذه الجلسة، لاحظنا ارتفاع لبنك الخليج، لاحظنا اليوم شراء جيد على أكثر من شركة، ولكن السوق شوية ما ساعد، صارت ضغوط بيعية على هذه الشركات، لكن إن شاء الله القادم أفضل راح يكون، ونشوف معاكم مشاهدين الكرام اللحظات الأخيرة وشنو راح يصير بعض اقفالات بعض الشركات، لكن نامل ان شاء الله باقفال مميز على اكثر من شركه ونشوف الوضعيه الايجابيه. طبعا اليوم السيوله مرتفعه جدا مثل ما قلنا، STC هي الاكثر تداولا، هي الاكثر كميه في هذه الجلسه، نلاحظ نقطه واحده خضراء للسوق الاول، 62 نقطه و19 نقطه للسوق الرئيسي و19 نقطه و19 نقطه للسوق العام، يعني السوق الرئيسي هو اللي استعمل 40 مليون سيوله، السوق ككل 67 مليون 777، لكن لاحظنا الارتفاعات الجيده على STC او الكميات ما رفع السيولة في السوق الأول، السوق الرئيسي آسف. أما بالنسبة لبعض الشركات فنلاحظ مشاهدينا الكرام يعني في نشاط واضح على أكثر من شركة، ولاحظنا يعني تداولات جيدة على شركات معينة، نشوف اليوم يونيكاب عليها تداولات بارتفاع في هاللحظات، الصفات كذلك من ضمن الشركات عليها تداولات جدا جيدة، لاحظنا ضغوط بيعية وكذلك على كثير من الشركات، إيفا اليوم كانت ممتازة بداية ولكن تعرضت لضغوط بيعية، لكن أعتقد راح تقفل المنطقة الخضراء، هذا بالنسبة للسوق الرئيسي. المركز المالي كذلك أموره جدا إيجابية، لو نشوف السوق الأول نلاحظ أن دخول على الوطني في هذه اللحظات، دينار 145، بنك الخليج فلسين، الدولي على استقرار، برقان بتراجع، بيتك كذلك بتراجع فلسين، والطلب أفضل من العرض حاليا بالنسبة لبيتك، موبيان متراجع، استثمارات وطنية تتراجع، يعني في يعني دخول واضح على بعض الشركات. اليوم الصناعات الوطنية مميزة في الدولات مثل ما ذكرت اليوم الصبح، أنا قلت المفروض تستفيد الصناعات الوطنية بعد صعود شركات الإسمنتات، وهذه الصناعات الوطنية كذلك تملك شركات إسمنتات خراسانة، الأمور هذه كلها نفس الصعود اللي صار على اسمنت الكويت وكذلك على اسيكو وبعض الشركات الوطنيه ومواد البير اللي تابعه للصناعات الوطنيه. نلاحظ كذلك مشاهدينا الكرام ارتفاعات جيده على اجيلتي، تخترق حاجز الدينار مره ثانيه، زين بارتفاع فلس تتاثر بارتفاع STC، هيومن سوف ترتد بارتداد جدا طيب، الاهلي المتحد البحريني في شراء جيد. الاهلي المتحد البحريني وضعيته جدا ممتازه في الاونه الاخيره، بنك اربعه على تراجع متكامله بتراجع 8 فلوس بعد كان في صعود جيد اثناء الجاء او بدايه الجلسه، شمال زور بتراجع وشركه البورصه بتراجع، لكن اتوقع اقفالات جيد لبعض الشركات مشاهدينا الكرام. ولاحظ السوق طبعا المتحد على تراجع، الاهلي في ثلاث فلوس، التوعية المتحد على تراجع 4 فلوس، ونشوف بعض التراجعات على بعض الشركات مشاهدينا الكرام. الخليجي يتراجع اكثر، الخليجي عروض كبيره جدا على الخليجي في اللحظات الاخيره، قاعد نشوف عروض كثيره على الخليجي، راح يتراجع بقوه الخليجي، وفقد بعض المكاسب اللي بداها في بدايه الاسبوع. نلاحظ عيان على تراجع ب5 فلوس، كذلك عيان تعرضت لضغوط بيعيه رغم انه كان في نشاط بدايه الجلسه، حوالي تقريبا بدت اليوم عيان ب 82 83 لكن ردت وتراجعت الى مستوى ال 75 في نازل 5 فلوس، لكن اعتقد انه ما راح يتغير شيء، اعتقد دشينا الدقيقه الاخيره مشاهدينا الكرام ونشوف ايش راح يصير في هذه الجلسة، ونأمل التوفيق للجميع في ختام جلسات الأسبوع. ولكن التراجعات واضحة على كثير من الشركات، في تراجعات، وها هو الإقفال، ها هو الإقفال مشاهدينا الكرام على كثير من الشركات، إقفال واضح على أكثر من شركة، ولكن منطقة خضراء مشاهدينا الكرام للسوق الجميع الأسواق. لاحظ السوق الأول 6 نقاط و13 نقطة، السوق الرئيسي 55.5 نقطة، السوق العام 20 نقطة و19 نقطة، المتكامل 392، بعد أن كانت فوق 406 أثناء الجلسة، GFH 95 يتراجع بصورة ملحوظة، البيت 100.2، هالشراء هذا ما بعد المزاد. نشوف معاكم مشاهدينا الكرام
برقان كذلك جي اف اتش بي 95 صناعات وطنية ترتفع الى 292، منازل 56، اعيان 174 تراجع اكثر اعيان. الوطني يتراجع فلس، الخليج بارتفاع فلس، الدولي فلس، برقان فلس، بيتك على تراجع، بوبيان بتراجع، استثمارات الوطنية باستقرار، مشاريع الكويت باستقرار، الامتياز بفلس ارتفاعا، عقارات الكويت على استقرار، المباني باستقرار، صناعات الوطنية خمس فلوس ارتفاعا، كيبلات على استقرار، بوبيان كيماويات على تراجع، القرين بتراجع، اجيلتي فلسين صعودا، زين كذلك هيومن سوفت ب 48 فلس، لارافكو بتراجع، تراجع الأهلي المتحدة البحريني في السير مثل ما ذكرت أنا لحظة دخول على الصناعات الوطنية. مجموعة الصناعات الوطنية دخول في هذه اللحظات لم يتبقى إلا 7000 سهم على 292، اس تي سي دينار 116 تطلب الصناعات الوطنية تطلب 292. لاحظ البورصة من المنطقة الحمراء إلى المنطقة الخضراء، ميزان كذلك بأربع فلوس، المتكامل التراجع 8 فلوس في هذه الجلسة، هذا بالنسبة للسوق الأول والسيولة 70 مليون و400 وشوي، يعني مشاهدين الكرام وضعية جيدة بإغفال المزاد بالنسبة للسوق الأول، عزز بعض المكاسب وعدلت كثير من الشركات، في شركات تراجعت كالوطني كان مستقر تراجع لكن في شركات أخرى تحولت إلى المنطقة الخضراء مما عزز وضع السوق الأول وبارتفاع مؤشراته إلى المنطقة الخضراء. اليوم السيولة غير مسبوقة من فترة طويلة لما نرى 70 مليون في السوق ككل، يعود هذا الفضل الى اس تي سي بالتداولات القياسيه وكذلك بنشاطها في هذه الجلسه. كذلك لاحظنا يعني في ارتفاعات على اكثر من شركه قياديه خاصه اجيلتي اللي كسرت حاجز الدينار لكن ردت مره ثانيه بقوه عند هذا المستوى، ومجموعتها اليوم كانت جدا نشطه للغايه. الوضع العام يعني بالنسبه للسوق الاول جيد، ما زال مدعوما بالنتائج الماليه، يتوقع اعلان بيتك اذا مو اليوم اعتقد بدايه الاسبوع القادم هذا المتوقع، لكن ان شاء الله اغلب البنوك سوف تعلن عن نتائج ماليه مميزه خلال المرحله القادمه. المتحد أعلن عن خمسة نقدي خمسة منح، المتحد الكويتي طبعا مو البحريني. لاحظ كذلك الوطني أعلن 30/5، كذلك بوبيان 5/5 وعنده زيادة رأس مال حوالي 12.6%، يعني ب 500 فلس، يعني البنوك ما زالت مسيطرة على الوضع العام بالنسبة لتداولات السوق، والسوق الأول هو الأبرز وهو الأفضل. خلينا نشوف معكم السوق الرئيسي وضعيته مع نهاية هذه الجلسة ونشوف الأمور شلون تصير في هذه الجلسة وخاصة مع نهاية هذه الجلسة بالنسبة للسوق الرئيسي وأقفالاته وتداولات لبعض الشركات في هذا السوق. نلاحظ مشاهدينا الكرام المتحد يتراجع 4 فلوس، بريق على استقرار على ارتفاع 10 فلس، اجوان تستقر، الكويتيه بارتفاع فلس، الخصوصيه على تراجع فلسين، مساكن بتراجع، دلقان فلسين، العيد بتراجع فلس، وعمار بارتفاع فلس واستعشار الفلس، تسهيلات على استقرار، ايفا بارتفاع فلس في هذه الجلسه، التسهيلات تستقر لكن الساحل يتراجع، البيت يتراجع، المركز المالي بفلس، المركز المالي ما تحرك لي الحين وبانتظار النتائج الماليه، النتائج الماليه 9 اشهر مميزه للمركز المالي. الخليجي يتراجع أكثر شيء بكمية بسيطة جدا 92، الأولى كذلك بتراجع فلس وعشر الفلس. لاحظ عيان المتراجعة بقوة، يعني الخليجي وعيان اليوم تراجعهم كبير جدا اليوم بالنسبة للصعود الأخير، بيان بارتفاع وصول على استقرار، كيفك بارتفاع، الوطنية الدولية القابضة تتراجع بفلس في هذه الجلسة، يونيكاب ومدار في المنطقة الخضراء، الصفات 11 فلس، الصفات 11 فلس من أبرز الشركات تداولا في الآونة الأخيرة هو سهم الصفات، وتداولات قياسية على شركة الصفات. نلاحظ مشاهدينا الكرام صكوك المتراجعة، نور بتراجع، سوريا وآسيا فيما ارتفعت المغاربية والكويت للتأمين وتراجع لوربة للتأمين وكذلك وثاق والمتحدة، صالحية العقارية، التمدين العقارية بارتفاع 4 فلوس، أجيال ب6 فلوس، عربية عقارية بارتفاع، إنجازات والإنماء والمستثمرون في المنطقة الحمراء، سنام على استقرار، مستعيان العقارية بتراجع، عقار بتراجع، عقارية بتراجع، مزايا بتراجع، نلاحظ تراجعات تجارة التعمير جميعهم في المنطقة الحمراء. أركان في استقرار في هذه الجلسة، لاحظ دبي الأولى على استقرار، مدينة الأعمال ومنازل في المنطقة الخضراء، مدينة الأعمال فيها نشاط واضح في الآونة الأخيرة، فيها نشاط واضح، وصلت اليوم تقريبا 87 وشوي لكن تراجعت إلى 85.3. مراكز بارتفاع، مينا على تراجع، رمال، اسمنت الكويت، السفن بتراجع، بورتلاند ب 15 فلس لبورتلاند 15، مفارقة عجيبة، بورتلاند وشركتها التابعة لاند العقارية تتراجع بقوة وتسجل قيعان، لاند العقارية قاعد تسجل قيعان جديدة لكن اعتقد اقبال المزاد تخلص الخسائر بصورة ملحوظة. سكب بتراجع، اسكو بتراجع، الوطنية المواد البناء 23 فلس بعد صعود حاد في اليومين الماضيين، المعدات كذلك بتراجع، استهلاكيه في موربه كابيتال في المنطقه الخضراء ب 8.2. نلاحظ اس تي سي مشاهدينا الكرام الصفقات كثيره جدا على اس تي سي مع ختام طبعا نهايه هذه الجلسه، وكذلك اسمنت الكويت وابار في هذه الجلسه، اس تي سي على دينار 116.
نلاحظ ضربه كابيتال بيرتفع، سنرجي على تراجع، تعليميه 17 فلس، التنظيف بتراجع، مركز سلطان بيرتفع 4 فلوس، ريدو 47 فلس، يعني اس تي سي حركت الشركات الاتصالات. يعني اعتقد حتى زين، خلينا نشوف زين، كانت منطقه زين 3 فلوس ارتفاعا، زين 3 فلوس ارتفاعا، وكذلك اريد 47 فلس. كذلك في تداولات اليوم زين 7,316,000 واريد 1,250,000، يعني الكل يتوقع يقول لك ممكن ان يكون هناك يعني توزيعات مجزيه بالنسبه لهذه الشركات الاتصالات بعد اس تي سي. اس تي سي ما راس مالها صغير، لذلك اسهم المنحه يعني مقبوله. الرابطه على تراجع، الانظمه بارتفاع، ونابسكو بتراجع، ان التخصيص بتراجع، بتوغلف بارتفاع، بيت الطاقه بتراجع، ابار بتراجع، التحصيلات بتراجع، ايفا فنادق اللي كانت نشطه اثناء التداولات تراجعت ب 18 الفلس، المشتركه تراجع فلوس، كذلك مشاعر بارتفاع، حياتكم بارتفاع، والوقود ومبرد في المنطقه الحمراء، ونلاحظ الجزيره والسور في المنطقه الخضراء. الجزيره 30 فلس، دينار و600 للجزيره مطلوبه، الجزيره دينار و600، فيما الفجيره وسبنت الابيض في المنطقه الخضراء، القابضه المصريه تتراجع، جي اف اتش 95، جي اف اتش 53 مليون، جي اف اف جي اف اتش يتراجع بقوه في الاونه الاخيره، تراجعات حاده، ونفس كذلك بتراجع، اس تي سي 251 فلس، صعود ب 15,410,000، 15,410,000 لاس تي سي. المنار كذلك في المنطقه الخضراء، ولاند العقاريه قلصت الخسائر بصوره ملحوظه بنهايه الجلسه بعشري الفلس، وجي تي سي ترتفع 4 فلوس مع نهايه هذه الجلسه. هي جلسه ايجابيه مشاهدينا الكرام، جلسه خضراء لجميع المؤشرات، لاحظنا ارتفاعات لاكثر من شركه. السوق الاول وضعيته جدا ايجابيه، ما زال متماسك اثناء التداولات، في تراجعات كانت واضحه على الشركات اثناء قبل اقفال المزاد، لكن اقفال المزاد عدل مسار هذه الشركات. لاحظنا السوق الرئيسي هو الأنشط بفضل اس تي سي، لاحظنا شركات اخرى كذلك عززت من وضع اس تي سي كصفات والله اكثر من شركه، لاحظنا الجزيره يعني اكثر من شركه عززت وضع اس تي سي، مما ادى لارتفاع مؤشر السوق الرئيسي بصوره ملحوظه وكبيره جدا مشاهدينا الكرام، يسجل مستويات قياسيه السوق الرئيسي. نامل ان شاء الله في بدايه الاسبوع القادم مع شهر الاعياد الوطنيه ان تكون الاوضاع اكثر ايجابيه ان شاء الله، في ظل صعود واضح لهذه الجلسه وكذلك ارتفاع في السيوله اللي تجاوز 70 مليون دينار كويتي، ونعمل التوفيق للجميع وكل شكل الإكراد ولمشاهدينا الكرام. شكرا لك عايد، يعطيك العافية. حياكم الله من جديد بعد إغلاق هذه الجلسة على هذا النحو الإيجابي، مرتفع بمؤشرات السوق جميعها لا سيما مؤشر السوق الرئيسي وأيضا الرئيسي 50 اللي ارتفع 106 نقاط خضراء في جلسة اليوم بسيولة عالية موزعة على مؤشرات السوق وعلى مكوناته، كذلك أيضا السوق الرئيسي بارتفاع 55 نقطة، مؤشر السوق العام 20 نقطة، كذلك أيضا السوق الأول 6 نقاط عند مستوى جيد وإيجابي، وعدنا مرة أخرى إلى مستوياتنا الإيجابية مع الشركات القيادية بتوزيعات اس تي سي اليوم والإعلانات الإيجابية، كذلك أيضا بالتوقعات الإيجابية المرتقبة من باقي قطاع المصارف اللي لم يعلن عن توزيعاته. كل هذه الاستحقاقات الإيجابية دفعت بمؤشراتنا في سوق كرة الأوراق المالية للارتفاع أو حتى إلى التمسك بالإيجابية اللي كانت عليها، كذلك أيضا نشاط واضح لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة من مكونات السوق الرئيسي. سيولتنا لهذا اليوم بلغت 71 مليون ب 15,000 صفقة على 278 مليون سهم، إذن جلسة إيجابية. نأخذ تفاصيل إن شاء الله عن هذه الجلسة بصورة أوضح مع ضيفنا من استديوهاتنا في بورصة الكويت من هناك، الخبير في أسواق المال والمحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد. حياك الله أستاذ حسن، يا هلا ومرحبا فيك. الله يحييك أخوي رائد، أرحب فيك وبإخواني مشاهدي تلفزيون الكويت. حياك الله أستاذ حسن، جلسة اليوم جلسة منذ انطلاق الافتتاح كان باين عليها السيولة، بدأنا أيضا في صفقات إيجابية على اس تي سي ولحقتها أيضا كثير من الشركات الإيجابية، هي عنوان ختام جلسات هذا الأسبوع، تعليقك.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السوق منذ بداية الأسبوع بالرغم من عمليات جني أرباح طفيفة تخللت المؤشرات يعني الجلسات السابقة، لكن واضح كان الضغط والتجميع أخوي رائد، والدليل أن مؤشرات السوق تحافظ على مستوياتها. سوق الأول فوق منطقة الدعم فوق 8000 نقطة، سوق الرئيسي كذلك يبتعد عن مناطق 6000. اليوم يعني إعلان شركة STC المميز، رأينا توزيع كبير للمنحة والنقدي، دخول قوي على هذا السهم، يعني أخذ نسبة كبيرة من قيمة التداول، ارتفاع كبير تقريبا 31% اليوم سهم STC. هذا حركة هذا السهم حفزت أسهم أخرى كذلك في قطاع الاتصالات مثل أريدو وزين على الحركة، رأيناهم في المنطقة الخضراء. وجود هذا الأسبوع يعني تم إعلان عن صناع سوق على بعض الأسهم مثل آسيا كابيتال وشركة الأرجان، كل هذه الأمور صبت إيجابا في صالح السوق. رأينا حركة، رأينا في الجلسة الماضية كذلك دخول على سهم أعيان بالرغم من جني الأرباح اليوم اللي شفناه يعني في منتصف الجلسة. رأينا كذلك سهم أجلتي ضغط وتجميع عليه دون منطقة الدينار، اليوم إقفال على منطقة الدينار بتداولات ممتازة. بشكل عام أخوي رائد السوق يتحرك بشكل ممتاز، إعلانات البنوك تدعم السوق، واليوم كذلك كما ذكرت لك سهم STC وإعلانه المميز عزز من قيمة التداول، رأينا اليوم 71 مليون دينار، بعد كان السوق لا يتجاوز منطقة 54-58 مليون، اليوم رأينا ارتفاع في قيم التداول. نتمنى إن شاء الله الأسبوع المقبل نرى تكملة وإعلانات إيجابية أخرى تدعم المؤشرات ونرى قيم تداول في تصاعد إن شاء الله. إن شاء الله. كثير من البنوك في تماسك إن لم تكن بارتفاعات، اليوم على العكس تماما بنك بوبيان وكذلك أيضا بنك وردة. الأكثر انخفاضا من شركات السوق أو الأكثر خمس شركات في السوق في تداولات اليوم، تعليقك على سلوك هذين السهمين في ظل ارتفاعات وأيضا نشاط إيجابي على قطاع المصارف. نعم طبعا بنك وربا ما يحرك هذا السهم الفترة الماضية كان هناك زيادة رأس مال، الرغبة في شراء حصص من قبل مجموعة السائر ومستثمر آخر كان يتحرك هذا السهم، فنستطيع أن نقول هذا السهم سبق السوق في الحركة، الآن يكون عليه عملية جني أرباح بانتظار إعلانه وشراء على أسهم أخرى. كذلك سهم بنك بوبيان توزيعته 5 في 5 نقدي و5 منحة، صحيح هناك ارتفاع في الأرباح وزيادة رأس مال، ولكن كذلك سعره يعني ارتفع مسبقا، يعني وصل إلى فوق مناطق 8 فلس، فنشوف عليه عملية جني أرباح مستحقة بعد تحقيق ارتفاعات وقفزات سعرية. فسهمين من منطق الطبيعي أن تكون عليهم عمليات جني أرباح، يؤسسون عند مناطق معينة، ومن ثم نرى ارتداد لهذه الأسهم البنكية. ختاما تعليقك على السوق الرئيسي تحديدا على أنشطة الشركات فيه اللي كانت اليوم حاضرة، كذلك أيضا احنا شفنا ضغوطات بيعية، شفنا عروض كثيرة على مكونات هذا السوق رغم إغلاقه في المنطقة الخضراء. نعم طبعا السوق الرئيسي رأينا أكثر من سهم يتحرك بشكل جيد، رأينا شراء على هذا السوق، رأينا تعزيز لقيمة التداول، شفنا عقارات الكويت، أرزان، أعيان اليوم يأخذ حيز من قيمة التداول. طبعا سهم GFH تمويل الخليج بعد كسرة منطقة 100 فلس أخوي رائد نرى انخفاض ونوعا ما انزلاق سعري على هذا السهم بالرغم من وجود طلبات، وجود عمليات شراء على هذا السهم، لكن ما زالت عمليات البيع مسيطرة على سهم تمويل الخليج. هل في دلالة نسبة كبيرة على من قيمة على ذكر كسر 100 فلس في GFH، هل في دلالة فنية؟ طبعا اخوي رائد كان السهم يتحرك ما بين منطقة 100 فلس و104، فكسر 100 فلس يعني ممكن نشوف مستويات سعرية جديدة، ممكن نشوف منطقة 90 فلس إذا استمر الوضع بهذا الشكل، إن شاء الله يعني نرى ارتداد في الجلسات المقبلة، لأنه واضح أن هناك خروج من أحد المضاربين أو أحد يعني صانعي سهم بهذه المستويات، إن شاء الله عندما تنتهي كمية يكون هناك ارتداد وتأسيس للسهم ودخول مرة أخرى في مناطق 100 فلس. يعطيك العافية وكل الشكر لك المحلل المالي الأستاذ حسن
ومجداد على هذه الإيضاحات القيمة حول جلسة اليوم، وأيضا الشكر موصول لكم دائما وأبدا المشاهدين ومتابعي برنامج المؤشر. في هذه الجلسة الإيجابية إن شاء الله تجدد اللقاء معكم إن شاء الله بأسبوع إيجابي آخر وبارتدادها لكثير من الشركات اللي كانت متراجعة وهي أيضا نشطة من مكونات السوق الرئيسي، نلقاها إن شاء الله في الأسبوع المقبل. لذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.